الجلسة بين السيدتين فيها معنى الاحتياج، عرفتوا معي؟ الاحتياج والافتقار. لاحظوا الواحد يوم جالس هذه الجلسة، جلسة واحد ايش؟ محتاج. الصلاة فيها اجزاء، فيها تسبيح، في ثناء، في حمد، في دعاء، في الجزء اللي مخصص للدعاء والطلب فقط، فقط تدعو فيه فقط، مو السجود. السجود تسبح وتدعو، لكن الذي فيه بس طلب هو ايش؟ بيغفر لي. الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين فيها طلب. الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. يعني إيش ركن؟ يعني تأخذ وقت. يعني تأخذ طمأنينة. حتى في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أنس رضي الله تعالى عنه يقول إذا جلس بين السجدتين حتى يظن أنه قد وهم. يعني نسي، يظنون أنه قد نسي من إيش؟ الله أكبر. من الوقت. من الوقت. يعني يأخذ وقت. يطول. أيوة يطول، يأخذ وقت. تعالوا الآن، ليش يطول؟ إيش فيها الجلسة بين السجدتين؟ ماذا يقال فيها؟ فيه رب اغفر لي، رب اغفر لي وتكرارها، وفيه رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. يا اخوان تدرون ايش هذه السبعة؟ هذه السبعة كل ما تحتاجه أنت للسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. إذا غفر الله لك ورحمك وهداك وعافاك ورزقك وجبر نقصك ورفعك، في شيء ثاني؟ هذه من الأقوال اللي جاءت في الجلسة بين السجدتين في الصلاة.